بدأ اتحاد عمال محافظة اللاذقية اليوم عقد مؤتمراته النقابية السنوية، حيث عقدت نقابة عمال المصارف والتجارة والتأمين وعمال العتالة والخدمات مؤتمريهما تحت شعار سوريا تستحق منا كل الجهد والعرق والعمل ونحن لن نبخل عليها بشيء كما لم يبخل أبطالنا بدمائهم وأرواحهم. جملة من القضايا والهموم اليومية المعاشية التي تلامس واقع العمل والعمال وسبل تطوير الأداء، بالإضافة إلى مواضيع أخرى تم بحث ومناقشتها في هذين المؤتمرين. أهم مطلب كان خلال المؤتمر؟ والله الحفاظ على القطاع العام. القطاع العام أهم شيء أنه ما نفرط فيه نهائيا، لأنه بهالأزمة كان القطاع العام هو السند الرئيسي لهالبلد. أهم مطلب عندنا المواصلات، هي أهم مطلب، بعدين الحوافز، بعدين الإضافة، بعدين شو الطبابة، أهم شيء الطبابة عندنا. هلا نحن مطالباتنا دخل، إنه في عندنا مركزية بالفرع، المفروض هالمركزية تنحل، يعني كل أمورنا ومركزيتنا كلها بإيدين الإدارة، المفروض شوي يعني تكون في حرية، في صلاحيات صرف من قبل الفرع، في توسيع مبنى، أكثر من شغلة، مش كله مشان الإنتاج، رفع الإنتاج، كله مشان أريحية العامل بالعمل. تحدثنا بالمؤتمر عن أهم التعديلات اللي طرأت على قانون التأمينات الاجتماعي. بموجب القانون 28 تاريخ 30/11/2014، واللي يعتبر نافذ اعتبارا من 1/2/2015. شو بيخدم العمال؟ طبعا بموجب القانون التعديلات الجديدة كلها يعني تحقق مكاسب جديدة للطبقة العاملة، من أهمها إلغاء المرحلة الرابعة، معالجة مشكلة الازدواج التأميني، رفع سقف المعاش التقاعدي حتى 80% بدلا من 75%، حق كل عامل بالاشتراك عن نفسه لدى التأمينات الاجتماعية، حق العمال السوريين في الخارج بالاشتراك بالتأمينات الاجتماعية بصندوق تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، حق العامل المحال على المعاش بسبب بلوغه سن 60 بشراء الخدمة المكملة في حال ما حقق شروط الحصول على المعاش التقاعدي. البعض طالب بإعادة منح الحوافز الإنتاجية اللي كانوا يحصلوا عليها سابقا، فاليوم لهم فترة ما أخذوها، عم بيطالبوا بإعادة منحها، طالبوا بالقرض السكني، طالبوا بسكن العمالي، طالبوا بتأمين وسائط نقل للعاملين من وإلى مكان العمل، لأن اليوم عم بيعانوا عمالنا كتير يعني من الارتفاع الهائل بإجور النقل. كتاب وجهناه إلى الاتحاد المهني والاتحاد العام منشان إنه يكونوا شركاء في دفتر الشروط اللي بتعد المؤسسات والشركات، منشان نحن يحطون فقرة بتنص على إنه أي زيادة تطرأ على عمال الدولة تشمل هذا العقد. فهايا كان مقترح ووعدوا أنه إن شاء الله سوف يحقق هذا، لأنه في الحقيقة نحن نتيجة وضع عمالنا بالحمل والعتالة، نتيجة أو الشرح للزيادات والمنح ما عم تشملنا نهائيا. نؤسس إلى رؤية نقابية جديدة على كافة المستويات، على المستوى التنظيمي قمنا بمشروع اقتراح لتعديل قانون التنظيم النقابي، العمل على إعطاء الدور الأهم والأساسي للجنة النقابية من خلال دعمها لأخذ دورها بشكل كامل في تجمعاتها العمالية وبدعمها بجزء من المساهمة الطوعية لتتمكن من التواصل بقواعدها العمالية وتقديم الخدمات لهم بشكل مباشر. مطالب عمالية محققة قدمها العمال في هذين المؤتمرين بما يعمل ويكفل رفع الإنتاج والارتقاء بالعمل والكفاءة العمالية لما فيه الخير والمصلحة للوطن والعمال في آن معنا.